لا شيء قد تغير في قضاء الحضر في محافظة نينوى، حيث لا تخفي آثار الدمار نفسها رغم مرور سنوات على إعلان انتهاء العمليات العسكرية في البلاد. مشاريع الإعمار التي أعلنت عنها السلطات الحكومية لم تحط رحالها هاهنا في القضاء الذي بلغت نسبة الدمار فيه 90%. نفتقر للخدمات. لحد الآن هذا من تحررنا لحد الآن ما مسؤول زارنا، لا محافظ ولا غير المحافظة. الحكومة المركزية مهملتنا، المحافظة مهملتنا. لحد الآن كل شيء ما شفنا من 2017 من التحرير لحد هاي الساعة، تحدى مسؤول جي على قضاء الحظر وشاف شبيش ما بيه. نطالب الحكومة بتوفير خدمات وفرص عمل للشباب. شغل ماكو، سوق تعبان، طريق مسدود. يعني نريد مثلا تربية الحظر بالقيارة، يجي مشروع كذا يطلع على غير مكان، يعني مستشفى خارج المدينة، يعني ماكو أي خدمات ماكو. البنية التحتية لقطاعي الصحة والتعليم لم تحظ هي الأخرى بنصيب من الاهتمام، حارمة معها أهالي وأطفال القضاء من الرعاية التعليمية والصحية. هنالك يعني أمور لابد ذكرها، يعني خاصة في قطاع التربية، في قطاع الصحة، في قطاع الماء، هنالك خلل كبير من كافة المديريات العامة في محافظة نينوى. لم نجد مدير عام تابع لمحافظة نينوى زار هذا القضاء منذ 2003 وليومنا هذا، سوى زيارة لمحافظ نينوى لم يدخل القضاء، بل عاد من سيطرة القوس ولم يرى أحوال الناس ولم يطلع على أمور القضاء. أمام هذا الدمار والإهمال الحكومي الحاصل، تؤكد قائم مقامية الحضر في محافظة نينوى أن التخصيصات الحكومية لم ترقى لحجم الكارثة في القضاء المنكوب. نطلب من السيد وزير التغطية الاعتماد على الإحصائيات الحديثة وليس على الإحصائيات التي في عام 2014، كوننا نعاني منها من خلال حصة تنمية الأقاليم تكون قليلة جدا لقضاء الحظر. هناك دعم من الحكومة المركزية ولكن مرتبطين ومقيدين بحصة قضاء الحظر على الكثافة السكانية. دمار المنازل والبنى التحتية وغياب الخدمات أمور ليست عائقا أمام التنمية فحسب، بل هي عائق أمام عودة النازحين إلى قضاء الحظر الذين بقي جزء ليس بقليل منهم مبعدين أيضا بقرار من الميليشيات، حالهم حال كثير من المناطق في العراق.